شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانسي ترى. البينك طايح. ثانكس توب نت. البينك طايح باي توب نت. هذا موعدكم عالم الجيمين كل نهار سبت من 10 حتى تكشي النص الليل على ام تي اش ميديا تالنت هاب على اي اف ام احلى راديو. تلقاونا على لي ريزو سوسيو فيسبوك يوتيوب اي اف ام تي في كيف كيف على تويتش راديو اي اف ام. يتواصل مشوارنا معاكم حتى تكشي النص الليل باش نونسوكم وين ما كنتوا. نتعديو توت سويت للروبريك اللي نحكيو فيها جيمينغ ونحكيو فيها فلوس. جيمينغ تو بزنس. Gaming to business. الجيمينج منذ فيه برشة فلوس على عكس ما يظنوا الناس اللي ما يعرفوش الرأي العام ما يعرفوش اللي راهو من بيتك وانت تلعب تنجم تدخل برشة فلوس في اللي كومبيتيشن تنجم تدخل برشة فلوس تدخل الكلوب وتلعب وتشارك في اللي كومبيتيشن على شيل لوكال ريجيونال وانترناسيونال تنجم تدخل مئات الملايين في كومبيتيشن بركه. دونك الروبريك هذه مجعوله جوستومون باش نفهموا الجيمينغ كيفاش يخدم فينالمون الموندو هذايا فينانسيرمون ايكونوميكمون كيفاش يخدم كيفاش لي ستوديو ديفلوبمون يدخلوا فلوس كيفاش لي زيفينمون يدخلوا فلوس كيفاش البرو بلايرز الاي سبورتس بلايرز يدخلوا فلوس. وهذا الكل الروبريك هذه بديناها عندنا مديده وقاسين عليها لكن توا هنا رجعنا لها مع رياض مرابط مولى الاي سبورتس نيوز هو فيديو اليوم باش يحكي لنا على تورنوا اي يو اس اف. دونك تورنوا لاي يو اس اف هو سي ان تورنوا مونديال اللي توا سي لا 15 سيزون تاع لاي يو اس اف اللي باش تصير في رومانيا بيان سور خاطر انا نعرفوا اللي صارت في سيول وصارت في بالي دانييلمون 2022. دونك بالنسبه لاي يو اس اف معناها سي ان تورنوا معروف برشا برشا فهمتني تلمون معروف اللي حتى الفلوس اللي قاعد تدخل فيهم معناها حاجة واو فهمت جوستومون. اليوم اليوم السؤال اللي باش نحاول نجاوب عليه كيفاش تورنوا نتاع جو فيديو نتاع اي سبورتس بلوتو سبور الكترونيك ما عادش نحكيو على جو فيديو. جو فيديو جو فيديو لهنا يولي اوتي ماهوش ماهوش هو اللي هيمن على الحكاية كيما نقولوا مثلا في الفوتبول الكورة لو بالون هذاك المدور هذاك هو لو جو في لي سبور الكترونيك هو هكاك نقولوا جو للعباد الكاجو العباد تلعب على الجو فوالا فما عباد تراي هارد كيما اخونا رياض مثلا مهمش شويه تراي هاردي في مهمش شويه الاي سبورتس بلايرز مهمش شويه مهمش شويه بالطبيعه في العالم وفي تونس زيد مهمش شويه. واليوم السؤال اللي باش نحاول نجاوبوا عليه هو كيفاش ان ايفينمون كيما هكا يدخل فلوس ديجا خاطر كي نشوفوا باش نحكيو زيد على البرايس بول باش نحكيو على الكاش برايزز قداش معناها اللي يربح في الكومبيتيشن هذا قداش ياخذ فلوس وكي باش تعرفوا قداش السيد هذا ولا السيده هذه ولا الكيبا تاخذ فلوس تو تفهموا تتسائلوا انتم زيد نفس السؤال كيفاش ليفينمون ينجم يوفر الفلوس هذيك وكيفاش ينجم يدخل زيد فلوس في المقابل. نبدا ونحكيوا على لاي يو اس اف اللي هو نحاولوا نعرفوه. دونك لاي يو اس اف هو انترناشونال اي سبورتس فيدريشن اللي هي سي اون فيدراسيون تيلمون انترناشونال اللي تعمل كيما نقولوا نحن في كل بيي دي كومبيتيسيون دو كاليفيكاسيون que ce soit Dota 2, CS:GO, PUBG Mobile, Tekken, اللي هو. Donc la USF de un باش نحكيو كيفاش قاعده تدخل في الفلوس. دونك la USF تدخل في الفلوس ديجا باللي مارشانديز نتاعها. C'est-à-dire les marchandises يعني فما عبيد في la USF مثلا يجيو يحبوا يعملوا دي ستاند. فهمت. اوكي في ليفينمون هذا فوالا في وسط ليفينمون كيما الكوب دو موند نتاع فوالا نحاولوا نعملوا لي ستاند هذوك نتاعهم والعباد تجي تشري معناها لي مارشانديز نتاع لا اوكي دونك يكريو لي ستاند فوالا اكزاكتلي ليفينمون في الفينال باش تلعب في ستاد الفلاني مثلا ولا في في اي بلاصه راهو عندنا سيرفاس كبيره ترفع دي ستاند انت باش تكري ستاند وتبيع البرودوي ولا سيرفيس. بالنسبه للحاجه شكون عندك فكره شكونهم اللي والله ديرنيرمون في بالي فما مايكروسوفت ولا انفيديا ولا فما اسيندو اللي هي معناها سي ان ستاند معناها نتاع دي فايت ستيك معناها اركيد فايت ستيك فهمتني يجيو شنو هذوما هذوما يعملوا دي برودوي نتاعهم يتعاملوا مع جماعه لا يو اس اف باش يحلوا ستاند نتاعهم وجماعه لا يو اس اف ياخذوا من عندهم ان بورسونتاج فهمتني. اونتر تون
على كل حاجه تتباع من المارشانديز نتاع لاسيندو ولا هي سيتي منو ان بورسونتاج معين فوالا سي سي حنا قاعد نجم نلقاو زاد حتى البراندز نتاع السي نتاع التليفون حتى اذا كان لوجيتيك مثلا باش تجي تحل نتاع ستاند نتاعها كيف كيف زاد الفا بروندر ان بورسونتاج خاطر اللوكال سي اللوكال اي اس اف معني فهمتني سي لا فيدراسيون انترناسيونال اللي عملت الحاجه ديك بالنسبه للحاجه الاخرى اللي هي لي زودونس لي زودونس بيان سور معناها اذا كان انت تي ان سبيكتاتور باس باش تدفع ان تيكي باش تنجم انت تجي تتفرج وتتفرج في ان تورنوا اوكي تخيل تيكيت غالين تيكيت باش يكونوا انتر بار فان باش يكونوا انتر 6 دولار حكايه ماشي واو معناها ان طونك تونسي اكبر انتري نتاع 20000 معناها بفلوسنا نحن تدخل تتفرج دونك ماشي باش تكون اكبر انتري نتاع فلوس بالنسبه اي فوالا حاجه حاجه لي فري ديديتور هي حاجه لازم على الاخر لي فري ديديتور كيف نقولوا نحن كل اديتور في وسط الكومبيتيسيون باز باش يجيبوه فهمتني باش يخدم لهم خدمه باش يدخل لهم فلوس ليهم هما فهمتني ترجع لهم كم شنو يخدم مثلا ما نعرفش انا مثلا لي فري ديديتور كو سوا ماتيريال حاجات كيف ما هكاك يجي يحط كل شيء هذوكم تاخذ فيهم تاخذ عليهم فلوس هذا كيف كيف معناها عنده الحق فيهم لي ميديا لي بوبليسيتي لي سبونسور ميديا انتخيل زاد حتى ديفوزيون نتاع لي لايف سورتو لي ميديا ولي بوبليسيتي وسبونسور معناها اذا كان هي تجي تعمل بوب كبير على الاخر يقول لك شوف انا برايس بول باش ندخل مثلا على كل جو 100000 دولار فهمتني باز العباد الكل باش يقول لك برينسيبالمون تصور سي البوب البوبليسيتي بوبليسيتي صحيح بوبليسيتي دخل والجلوبال اي سبورتس تورنمنت اللي اي اس اف معناها ابار انها تعمل لي زيفينمون نتاعها السبونسوريز زاد لي زيفينمون الاخرين الجلوبال اللي قاعدين يصيروا في العالم معناها اوكي كو سو سوا سي ان ايفينمون او اس ال كو سوا سي ان ايفينمون معناها ايفو ولا اللي هو فما اون بوسيبيليتي انه مثلا لا يو اس اف تقول لك اي ان حاب نكون ان بارتنيريا مثلا مع ليفينمون الفلاني فهمتني المين بارتنرز بارتنرز معناها سبونسرز نتاع لا اس اف هما ام سي اس تي اللي هما المينستري اوف كلتشر سبورتس اند توريزم معناها سي المينستير دو لا كولتور دي سبور اي دو توريزم فين هذا بوسان اوكي فوالا وعندهم الاندستري بروموشن ايجنسي معناها نتاعهم كيف ما نقولوا نحن اندستريالمون منين قاعده تجيب مثلا في لي بروموسيون نتاعهم باش نجم تجيب اكلي جوار هذوكم باش نجم العباد هذوكم تجي وتشارك وتلعب فهمت بالنسبه للاديشنال بارتنرز عندها او اس اف عندها كونامي فالف ويسكو دبي سبورتس كونسل ديجا دبي معروفه على الاخر معناها هي والسعوديه يخدموا في ديزيفينمون طياره على الاخر والاي سبورتس بزنس جيمنج كيف كيف زاد سي ان اديشنال بارتنر اللي يتعامل معاهم كما سبونسور باش ينجم يعاون و اجا نحكي فلوس ارقام لهنا خليل قلت خليل هكا فيق الكاش برايز مثلا برايز بول اليوم في الاي اس اف اللي باش تلعب في رومانيا بيانتو في 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 نحن بالنسبه للاي اس اف عندنا تيكن عندنا الدوتا عندنا الببجي موبايل عندنا الاي فوتبول عندنا جويت هذوما على كل جو عنده 100000 دولار 100000 دولار برايز بول اي برايز بول اوكي على كل جو فهمتني وبالتيرز برايس بول معناها نقول نفسرها العبيد الاول ثاني ثالث اي فوالا اي وبالتيرز معناها لي جو شكون لي جو شكون لي الجو اللي خذيت اكثر سوكسي مثلا نتاع وقداش هنا نحكيو من جو نحكيو اكثر من 7 8 جويت راه معناها خاطر لي يو اس اف راهو تزيد راهو زاد دا ديسيبلين اشاك فوا فهمتني تو مثلا قبل ما كانتش فما الاي فوتبول باش نحاول هكا نعملو ابروكسيماتيفمون قداش البرايس بول الكل نتاع اون تو au minimum femme à 800 900 000 ما نترجمهمش بالدينار معناها تصرف 900 ولا معناها تصرف حتى نقولوا 2 مليون ترجع لتر لي 1000 مره قد برشا فلوس تعرف قداش ترجع ان بورسونتاج دو 26.7 اوكي نايس معناها برسك ان كار نتاع
تاع بورسونتاج كامل معناها شنو معناها اللي تصرفوا معناها تقصد اي ترجعوا فوا 26.7 خاطر البرايس بول اللي صرفته برك على البرايس بول 900 بارابور 1.1 بليون دو دولار حكايه فيها فوا 1000 اي تسمى برشا فلوس برشا 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 على الاخر توا توا امير سانسي تعمل ترن ترن تاع الفلوس برشا على الاخر فلوس ترن سكر راهو الريفينيو راهو يصير من عام امير سكر الكاسه سيئه والريفينيو راهو يصير من عام لعام راهو باش يبدا في بالك بعدين فورات يمشي ويزيد بس كل عام تصور ماني 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 حلو منك امير ولا الجروينج اويرنس معناها نتاع الفلوس بالنسبه للاي او اس اف هو 454 مليون فهمتني ظهر لي يزي كاو يزي من الفلوس يزي من الفلوس بالحق ولا ما مش يوجع القلب كاو بالنسبه للاي او اس اف بيان سور عندها زيد كيف ما نقولوا نحن اللي هما الاس دبليو او تي الاس دبليو او تي هما سترينث والويكنس والopportunities والthreats متاعها فهمتني strength معناها كيفاش السوات سوات هاي هاي نخدم بيه معناها company معناها نخدم بيه حتى كي عنا بروجي من ما ولا حاجة ديما تعمل السوات متاعك بالنسبة للstrength متاعها عندها une audience massive على الاخر الويكنس متاعها ليميتي كوتي انفراستركتور اي و كوتي ايدوكيشن زيد معناها كونت ايل فا فير دي ستود معناها بوغ ان ايفينمون وكل شيء ماهيش واو كيفاش ليميتي كوتي انفراستركتور ليميتي كوتي انفراروج باش يقول كيفاش عندها برشا فلوس كيفاش ليميتي كوتي انفراستركتور والله هو قالوا انا نتخيل انا هي ما تكوبريش برشا برشا بلدين ماهيش قاعده توصل برشا بلدين مثلا نجم تكون حاجه هكا بتات خايت نجم تكون بوسيبل اما خاطر هي مره بها فما الدخيل نتاعها تستعمل انفراستركتور وحده لي خاطر ايفينمون انترناسيونال سونسي هو انترناسيونال سونسي ماذا بيك عندك مثلا قديم فوق ال 120 دوله ماذا بيك هي نورمالمون تتعمل كل عام في بلاد ولا هي دونك فور اكزامبل فما اي او اس اف صارت لي نحكي في لي بارتيسيبون مثلا ماذا بيك 120 جنسيه صحيح اما دنيرمون صارت اي او اس اف مثلا في اسرائيل تونس ما شاركتش فهم بلدين اخرين ما شاركوش فهمت يعني تنجم تكون كوتي انفراستركتور نقولوا نحن جي اي اس اف نقول نعمل لنا ليفينمون تاعي في البلاد الفلانيه فهمتني بالك بون سي سي ان اكسبسيون هذيك اي فوالا انا نتخيل انا هي بالعكس تحب تزيد ما يساعدهاش هي تحكي بروحها ان دونك ايفينمون انترناسيونال لوك ما عندهاش اغلب جنسيات العالم قاعدين يلعبوا ماهيش قاعده توصل باللي زيكيب لي زيكيب ناسيونال الكل ماهمش مشاركين مش تكون فينا ما حاجه ماهيش بيدها فينا ما حاجه مش بيدها تنجم تلقى بلاد فيها فيها برشا فيفا وبرشا فالو وتيكين وكل شيء تلقاش اي فوتبول فهمت دونك انت اون فيت انت والبوبولاريتي نتاع الجيمز في الـ في الـ في الدول ان توكا يعطيك صحة رياض على ماني 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 ان شاء الله ان شاء الله نراو توينسا يتالقوا في الاي اس اف وهذا هذا ما في حتى ادنى شك عندنا لي كومبيتيسيون لي كومبيتونس بلوتو والكومبيتيسيون هذه باش تكون مفصل في في الحاجه هذه رياض جوست حاجه بركه حبيت نقول اللي لا يو اس اف معناها لي زيكيب اللي قاعدين يربحوا تو بولانسون سي دي زيكيب من اندونيسيا فهمتني ديجا اندونيسيا هاز دو تيتر معناها دوتا 2 و اي فوتبول في الجراند فاينلز بالنسبه للتيكن بيان سور شكون نجم تكون خليل خليل شكون نجم تكون ترا تونسي تونسي كنت نازل تقول لي هاس ليو اسف بارس تونس هذه تونس لي فوتبول بتاعها مش نمار لحظة 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 بالوقت بالوقت كامير بالوقت سالة والله عليش لي ان شاء الله ان شاء الله تصور معني انا بتوام اوسكي سوري انا بشمشي رومانيا بشمشي رومانيا بشتلعب الجراند فاينلز انت علي اسف اوش نيه قولك كرئرة هاس ليو اسف اللي هي حاجة خويا الغالي نعملوا محفل ساعة المطار نسكروه والله والله حاجة حاجة تفرح برشا الكوميونتي كان راو تونسي ولا إكيبة تونسية متفوقة في السيف انتو كان ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل احنا مشوارنا صدقني من الفلوس ما عادش نفرق بين السيف وشي خابس كل حاجة في بلاستك يتواصل مشوارنا معكم حتىكش النص الليل انتم المغرمة بالجيمينج بش نلعبوا موتورات موتورات المغرمة بالجيمينج وبالميكانيك بش نلعبوا موتورات توت سويت في التشالنج The challenge. Fight.
هوني عزيز يلتحق بينا بالبرنامج بكري يعمل في الحوادث في المروريه في اللعبه حوادث الشارع ليه بس شو بيكلبي حاجة انت مترجي عزيز اهلا وسهلا بيك حاش خويا سي سي مش مركز معايا جملة عزيز نحب نعمل بيرفكسيون طيب شوية هاي بيرفكسيونيست يا عزيز تشوفوه خويا في الليرالي روتي تشوفوه في برشا حاجات في الاسيستانس بركال عليه عزيز حاضر في عالم الاوتوموبيل وعالم الموتو زيدا وتوا باش نشوفوه خويا نشوفوه في الجو نشوفوا الاكسبرتيز نتاعو باش ترانزليتي في وسط البي سي ولا لا هي ما نجمش تعمل مقابله الحقيقه كان كيبدا رياض يلعب كان كيبدا رياض وقتها اي وقتها نتفاهم ولا انا وياك وعلي صبا استجبنا به الاوبجيكتيف ما تيحش على الكلمه يلا اخوي خلينا نشوفك ايش قاعد تعمل ساعه غادي يا عزيز اللي كنترول صعب وما لقيتش المبريات حط اوتو برا بركي بشوف لي كوموند اكزاكتومون ليه ساي كملت لي كوموند شفتها خونا يلا فازي لانسي تحب كورس كونتر لا مونتر تحب نحوسو كونتر لا مونتر نشوفو شكون يعمل احسن وقت طيبر سهله برشا ايزي بيزي ليمون سكويزي يال باش نجيب اكثر منك باس اكثر منك وقف معناها اكثر مني انا اي باش نجيب اكثر منك وقف كمل بعدك معناها يا اخي ما فهميش اي كيو طاوله ولا كيف وحل تراه في امريكا قديم قديم والله عزيز قمة التركيز غادي كفم خلجي بحلي برد خونا عزيز تجي بيه حلوة الغابة مش خايفة ورات بشي جارب في بيه بشي جارب بعدك أنا عزيز وثان وريك الجو عزيز أوف كم لي ترينها روا عندك إشاعات سيتيوم على عزيز انت قصدني وانا أقول لك جيوب لخويا بسويبة جيوب كيس عبش نجربوه الكيس اللي قاعدين تراو فيه هو راهو بيراش كي منك بيهز ترك قلم نورمال والله هنا تيح حتى تجي برشا انا نصور فرات باش يعمل ركض هو راهو عبد بصحته على ماكينة خير ما عرفش من كبريال عزيز شاو ركور في اكثر وقت ممكن بلوس تاب نحكي وما مانيش نحكي وجري وكورس وكل شيء مي الماكينه في كيس يمشي عادي بلوس تاب مركز راه والله ليه تكونترولي الماكينه اخي بالنسبه لي تو الدنيا فلو فهمتني ليه مانيش نحكي قلت لك حط روحك في سيتويشن عادي تسوق في ماكينه عادي في كيس ماكش لا تجري لا شيء انسان بصحته خير على ماكينه كانسان ضعيف ريبارتيسيون دو بوا والاكيليبر الكل ما نذكرش فيراج ولا يهمه معناها يدور كيما هو كنا نلقاهم رياش باش بيك حركة هاي باش بيك حركة فرازيل كبيرة ما طاحش ليه طاح عمره ما طاح تيحي وقت اللي قتلوا نورمال مون في الدور هي اللي تيح طاح تنقل لك نورمال مون الدورة وقت شوي يسار سهل شوي يسار برم شلون الماكينة اللي اخترتها؟ اكسيس ياماها وطاح ياماها
كنت يا مهاش يا وليد غير مش هذا اروان لرا تعجبني موديل القديم تاع 2003 شوف عليه صايب نكتة ضامرة الضامة وصايب عليه نعم النكتة ضامرة ولا صايب عليه لا 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 فك علينا فك علينا ولا لا شيء شيء انا نعرفه اروان كيف هم مانيتي تاع فقلت لك ركز في كيس ركز في كيس شيمك ما راتيت شيء ولا لا راتيت حد شيء فلسة في المانية خاطر ان نلقى شكون قبلت مني شوية نغش فما شجرة ما لبستيش تغشت فلت شجرة تغشت لبست اختها خاطر بك نفرت فرات شيخ فرات شبيه فرات بياك قد عملت هنا وين يلا وين يلا اروي قد عملت شنو وقت ها قاعد يشوف شوفوا قديش عمل الوقت قديش عملت انا وقت عزيز يجي نركبوا له شويه ستريس هاي ركبوا له شويه ستريس عزيز قديش عملت وقت عزيز عزيز اول حاجه عندك شيء طلعت لك في راسك علي ما كانتش بكري منك انت والله لا كانت بكري شيء هيك الهوندا بتاعك Ah, la qualification à 30 concurrents, et c'est niveau de l'AI. Ah, niveau de l'intelligence artificielle, 3 minutes 50 choix. B. 3 minutes 50 choix, B. Ok. Un tour, Fourat, vous cherchez 7 minutes 40. Oui, B, 7 minutes. Fourat, how long 7 minutes? Il faut que je fasse 3 minutes, je suis sûr qu'il s'est aidé. Il y a quelques départ lancé. Un avantage, il y a un احلى نجايكم جيت ايه ما طحتش اول حاجة ما طحتش نلقاو اول ديراج عنق وفورا ايه من نجم بالفليشات الظلمة برابي لي خل جوز خنعاود ما تنجمش حتى الكونفيت نجم تبادل بالحق خل في شجرة ديجا ايه خنعاود او ادخل في شجرة اخر ايه خنعاود وانا فاهم ايه كيفاش نخرجوا من هنا يا اخويا رياض انت مولى العاملة امشي 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 مش ماسك ما نحسبولكش الوقت هذاك لا 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 ولا ما صار تعالوا خارج في الحشيش باهي انا عامل دور لهنا نعمل بكم محويس برا برا امشي امشي ابدا من غاديك هاي نحسبولك شبيه دور بالسيف ايه كيفاش مفرني ساعه اسباسي هاكا اوبا سطح البرسو اسمع كان شدها ليني دروات ونصدم في اي حاجه خير من النقص في كل دوره ايه انت في بالك سطحت البرسو تو برسو في شيرة وكرات مرة ومعك سطح مرة اخرى العب العب نحاوس حاوس يلعب في ذا فورست ريبارتيسيون دو بوا مش بيه ما جبتنيش اسمع باش نعمل كيما اونلي اب باش نحاول حبيت اقول الكرات اللي فما في تيزي تخلين راه في الكوميه ثم تيزي ثم الكتخي مش خايبه كيفاش تبدل يا رابور هذاك دوبل عليا كل اللي قابلناه قلت البارح عرفنا وقتها تذكر عزيز عندك الاب والاب والداون باهي توا تقول كناش تاع بطولة اهم حاجة باه كيا اسمع الموتور ما عجبتنيش هذيك المادة ساعة مجعولة للعبيد باش نمشيو فيها مش موتورات اصبر الشيش اللي خل خاصهم قطع روحه باش يوصل عرفت انا ذاك اللي قدامي راهو يا فرات ما فرات العنصر زيرو مكابح زيرو مكابح فوالا عندي كاسك برا نمشي جيب لنا الكاسك والله اسمع كان لبسته الكاسك والله بالرسمي نصوره راهو هاي نحب نعاود بالكاسك هاي بشكيك النجم نجيب لنا الكاسك على جيب فوالا خاطر هكا ما يساعدش بالدنيا رحت بشي بيت مش بيت في القصاب والله بالرسمي قلت لك ليلي بشام 8 طايق 9 طايق 10 جابوه فوالا هذا يا خط ما ضربتهاش بكري
ما ماتي هذيك التسوق نتاعي وخلطت لي باش نجربوها ما ريتهم يحكيو ما عزيزي نجربوها انا عندي ثقه في الوثيقه والوثيقه لهنا تقول لي انا نجري برشا انا عندي ثقه في الغابه برشا اسمعي الموتور لعبه خلت تحرق في الدزير مش مشكل والله نزل الماب شويه اه صحيح تقرا حساب الدراجه اللي يجي وتبع بسير شفت ديبيتون بسير الفران بيش بالاسي اوه فران بالاس شنو اش قال قاصدني 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 في اسمع تو سر انت والله لا اسمع خويا هذاك خويا هذاك ما نسمعوش اماتور ليه اماتور وموتورات ليه اماتور والله هلا كان على لي جو اه اماتور زيد والله اماتور والله كاركتير وغابه و ايش تحب تدور وانا نكسيلي رسول الله ها هذا والله لا تقول شيء يعملوا في رديف نتاع السيدونيت عبد الله يشكر على سوك اللي هبطوا في اليوتيوب يقول لك هذوما قداش من اكسيدون صار هما ديفيرون تيب داكسيدون هما قاعدين يصير مانيش مصدق والله مانيش مصدق يا اسمع اهلا تو قدام الكاميرا ويحكي كل شيء والله ما باش نوريكم الحقيقة ما حبيتش نجري خاطر المقطع شبيه هو يواعي بنا عمليه توا اه ليه توا عنده كيس مستر ليه كاتري ليه لين دروات عاد ليه سهل سهل الموتور توا ينجم يجري على روحه سهل توا نبدا ضرب الماء باش نبدا نطيح خاطر نفهم قدري اني بريمير خويا هاي هاي بيه بيه يا بيه نقص نقص شنو صار والله شاي فرات سكرت الجو والله شاي فرات ريت سكويتي اما نشم في ريحة البيسين مش هي مالي نقص شوية في الجرافيك اي نتصور في بالك جو دي سيميلاسيون هذا حسيت ما لها صعبه هاي صحيح فما سيميلاتور في الموتورات فما جو دي سيميلاسيون في تونس لي لي ان كيت معناتها سيميلاسيون اه كيت سيميلاسيون فما موجود في الموتورات اي فما ينجم يعمل ينجم يحرق بنو كيت سيميلاسيون انا جو موتو موتو في تونس لا مش في تونس آه لا ليه اه تحكي في تونس اه لا لا في تونس لا 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 في تونس اما البرا موجود افير بلا ما حاجه ما تبيليش بها ليه نتخيل حاجه تكون باهيه يعني حتى الكوميونتي المغرمه حتى لي زاكسيدون تاعك باهيين ليه لا علينا الاكسيدون رقم 19 20 سي بون مانيش صدق مازال ما كمل مازال ما خرجش ضرب حيط اي اسمع انا ما فهمش كرتوش وما فهمش ضرب وعصي واحد ما نلعبش جي انا نسوق في بلاستيك تشوف العرض باش نشوف على عرض كتفك ايه انا وصلنا انا وصلنا سيدي وصلت مش زايد علي انا 6 دقائق وانت 5 دقائق و شنو نخلط في اكسيدون وصلت اكسيدونتي كلها بالغبره وليت كيفاش تقلم كيفاش تقلم ترى الحمد لله بيه عملت الحمد راني نذكر ريتها بكري يعني كي عمل عزيز ريتها بكري نتخيل دقيقة ونص دقيقة اي دقيقة ونص دقيقة و700 دقيقة ونص وانت قديش عملت فرات ها مش دقيقة ونص دقيقة و 6 دقائق يخلصوا 30 36 36 سكوند انت اي وهو 55 دونك مانيش بعد ليه ما هو قال لك دقيقة في الكورس تسمى مش بعد بركة تسمى عمري قريب شوية يلا شكون انت مكتوري في عرض اكتاف كي؟ انا جايك توتا مرحبا جيمس هيليور بيه اسمع نيجا ساعة اول حاجة نعملوها نطيحوا شوية في الجرافيك بيه اسمع اعمل تك 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 تك
فيزا. كرويت كرويت. لي بيبي يا اخي ما كاينش. سي بون سي بون قداش نحط؟ طايح طايح. حط المويه على الاقل. المويه طايح حط تكستور شويه مويه. ميساج خليت تكسيرك ندي تمام ما خشيش انا نختار لك ماكينه به ياي به ا ريكومونسي لا سيشن نا 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 احكي احكي في الميكرو اسمعني فورك مش تعمل كود باش تربح اي اي تذكروا كود ريباز هام تاع تاع جي تي تولي تطير Dans les réglages de la moto, down, vous pouvez améliorer la première page des réglages, sélectionner certains votre semi shift. لازمك شيفت راهو باش طايح في فيراج لازم. هاي رياض نحكي في الميكرو يا خويا خذ ماكينتك. هي هي راهي نورمالمون فلاشات. شيفت وكونترول اللي طايح. ارتاح فلاشات. سي بون جاوي به. يعطينا الصحة سي فورات ولا يعطيني الصحة أنا خاطر أنا أكثر منك جبت ستة دونك أكثر ستة أنا راه باش نجيب أكثر باهي باهي ديبار لونسي ديكرونا ديبار لونسي شفت لازم تنقل عندك مجموعة عندك صبا نجم ناخذ نجاري عندك شوية اللعب لولو بس ما صعيبة السيميلاسيون في الجو فرات قبيلة بلا انا موافق بطلع العضو بخذ السنوات تربية خوي انا بدي ما خدش نمبر هاي جدا كبير لدى ما خدش العضو بخذ كبير لدى حاول اكثر الفيراج طيب صعب ولا هو كل ما تفتح حاول اعمل الفيراج اقعد الكاركتير بيطلع حاول اختار الفيس اللي لا لا لازم تحس الماكينة راه بتفهم لا لا بس فما مشكلة بشوية ديال الطب حاول في الفيراج يمين قد على الانتغيير بتاع اليمين في الكورب اليمين وحاول في اليسار قد اليسار انت تحاول ماكسيموم على اليمين كشيكان شيكان دي ما تفكر لو عادك مين دروات لو تصبك ديك خونا رياض اللي بشكلها تو 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 عطلنا فيزيون كاسك بسي نايس هاي فيزيون لهنا يسر طيارة تصور لهنا فيه Côté simulation, on va t'affronter.
يلا دكرونا رياضة اللي باش يطيح بيان سور باش نطيح خاطر فماش اكيليبر في الاخر بالكل عرفت ما خاطر فماش ريبارتيسيون باهية نتاع البوا نقص كرش نقص كرش نقص كرش لا نقص كرش صحيح طيب كيكا وقت تولي تمشي قاعد تمشي على الحيط انت ما نجمتش والله مش هكيكا رياضة معناها الحيط اللي لازم تمشي عليه هو الكيس اللي جماعة 6 دقائق ونص ماذا بيهم خل نشوفوها يعطينا نصائح باهيين باهي تنجربوها نجربوها في صحيح طرت ودخلت وعملتهم الكل اسمع ماهوش البي سي جي 600 نتاع جي تي اي فايس سيتي تطلع بيه هكا تعمل كاسكاد كملت اما عملت ريكور خير منك وخير منه تنسي كل عملت اربع دقائق وحاجه ليه المهم الاكسيدونيت اللي عملناهم انا وياك في اللعبه نقصوا شويه في السيركوي فهمت دونك هو كي لعب ماكش صدق فيه انا عملت 3 دقائق و ما تشوفوا بعدك 3 دقائق 60 دقائق 60 وانا 6 دقائق 58 وانا 4 دقائق شو صار انا 3 دقائق و 180 ثانيه هكاك فرات قد ايه مازال لنا وقت 3 دقائق و 180 ثانيه هاي تو هذا باش نعملها في 10 دقائق هاي يا خويا شوف شوفوك اخونا خليل ما نسيت باسكل عاد انت نفس الحكايه راه لا علينا في نفس الحكاية ولا مش نفس الحكاية بي خور عزيز انت اليوم كمثلا عندك كلوب بتاع مترجية مثلا بي شو كنت هز فيه باش نشوفه لازم خليل يلعب سيح هنا في كلوب بتاع مترجية هاي وباش تنتدب بيلوت لازم تنتدب بيلوت منا احنا ثلاث بي نشوفه خليل شنو باش يعمل ومن بعد قول اسكو فرات وقلبك مرتاح ولا فرات ومكش مرتاح فهمت انا خايف منه موضوع فرات ذا بيك البيج بوي تسمعش بي ما يعرفوش البيج بوي البيج بوي ما يعرف ما نعرفوش باش اما بيه سوق مليح عمل 3 دقائق و 180 ثانيه قال لك مش خايف مش خايف جب اما ننتدبوا كمان شوفوا دي سوق بيجري استنى معلم مش بيجري الاخراني جايك لا دوره اي بي ريتا هذيك وول بانج هذيك بي والله قاعد يسوق بالبيه تعرفوا الحيطه تسمع بيها اغزر له اغزر و صحيح مش حيط ساعه ذاك هذيك عجله طارت مشيت طاحت تيحي ذلك يطيح شوية الجرافيزم اي تحس شوية في طاح الجرافيزم خفت شوية الجو اما كمان راهو الحكاية متاع السيمولاسيون راهو تو با جيري سيمولاسيون سولون الانبوت ديما معناها ابارامون ما عادش عندك وقت ليه سي بون كمل ليه ما كملتش فما مشكلة مش فما مشكلة اون فيت عندك وقت ديما تقعد مربوط بيه خاطر الكورس اللي يبغى تنعاود هاي بري برا تنجد على تبدأ من البيست من الأول نحاول نشوفه لهني خليل اسكو بيش يعمل اوكي يعطيك 10 دقائق وتنجم تعمل اتنس قد ما تحب صحيح وأحسن اتنس تتحسب لك اي عندك حاول نقص صحيح بيه اللي قادم شي اي عصب ساج مشي هو حاول ديما تنقص في الدوره تا 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 يا ليه صحيح عرفت دوسمون اي سيغمون صحيح هو يلعب كيكا قاعد أمي كرب يا أخي مسيت في الريت الحاجة طيارة يسر رياليستيك الجو يهزي تنفض ذي تهزي تنفض يسير كنت تتيح في الدورة ذي أقل مدة تمسى ساعات نقز بك الموتور ساعات كي تمس صحيح كي تبدا تجري هذيك هي سي نورمال لي في دما اسمه وجو لي تيلمو رياليست اللي يحسك به لا 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 ميسيلش هذيك الحاجه الباهيه في السيمولاسيون كل شيء رياليست كل شيء طياره معناها كي تشوف في الدنيا كانك في وسط الجو باي باي هذيك الحاجه المزيانه زعما خليل يعمل لنا وقت مش نعمل وقت سير في خليل باش نعمل وقت سير مركز ماشي دوسمون ني تحت برشا لعب صحيح هاي تحس تبدا تجي تعمل فيهم
بيك خونا خليله خونا طاير طاير شوف لنا قال فين طاير بلايص الكل ليترلي سختار تجي باش تلاقي خاتين ليه ليه مش جو هذيك تلاقي انت لاقي اخي ممكن كود بي قليش عملت وقت رياض انت 3 دقائق وحاجه 4 دقائق وحاجه و3 دقائق 4 دقائق 3 دقائق شنو 4 دقائق وشويه قولوا لنا ساعه العباد اللي قاعده تتفرج علينا كاين عندكم جو هذا شنو الريكور نتاعكم في السيركوي هذا بالماكينه هذه بالرسيس ننسيو تحدي ليه طيار انا نصور شوف شكون توجه التحدي هذا يا عزيز تعمل بالكوميونيتي نتاعك انا زيد بن منصور كنت اسمع فيا زيد بن منصور اي وموتور وزاده نصوروا امبيكابل في امبيكابل اي تصوروا محمد سيسي من شيرتي كان تتفرج فينا تعال نقولوا يتفرج فينا مجهول يا حمود هذاك لحشيش لحشيش قد روح قد روح شو العبيد تتفرج فيك وانت قاعد تدوري من ويسار صحيت يا رجل بابا بحري بابا بحري انا تصور ان غيف بور ان بيلوت بيسوغ في كياس كيما كي في كياس اي هو الكياس نتاع السيكوريتي هذي اي انا قلت لك ولا هنا فما حتى سيكوريتي باغ مسكرين كياس هي 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 خويا غالي السيكوريتي انا مسكر كياس مسكر كياس كاو هذوك مو مع لي كونديكتور كي تمشي في الشرشور لي بيلوت نتاع توريست تروفي يسر طياره حتى تفرج فيهم كيفاش طايرين لا كورس دو لا مور طايرين طايرين بالرسمي يا فرات معناها عبيد راه تنقص بالموتورات ويكيليبر على الكيس و تنقص 300 تهبط فمش قيدو يتقشع هكا يا هو انا نلعب بريت في دي سيركوي كي من هكا حتى فما كلكو كورس تاع كراهب تلقاها في تلقاها طايره في فيراج في فيراج طايره تك تهبط مع اوجه الكهربه تستوي وتمشي نحكي طاير راه يجي في 200 في 240 ملينا كومبيتيشن مش كيما موتور كيما ساعات كي ساعات الاتيريساج نتاعها يكون هكا شويه صعيب ولا شويه ريسكي خاطر الكهرباء ابخي تو ما عندهاش فيزيون تاع هبطه صحيحه فهمت انا سي بيان والله بالرسمي كان جاي عندنا هكا دي سيركوي كيما كي رالي تعرف كيف ما قلت لك على بالرسمي فما الكانيون اللي وين سيدي بوسعيد هذاك ياسر طيار هذاك هذاك ياسر طياره هذاك لازم نشوفوا فرات خونا خليه لنا نهار نهزوا كهرباء ولا موتور باهيه جربوا جربوا باهي جربوا خويا جربوا لازم نلقاك في درك حول السيميلاتور في استوديو يلزمنا يلزمنا عملناها قبل مرة مش مرة مش لنين جبنا سيميلاتور ما في استوديو كي كان لاميناجمون القديم وطاف لاميناجمون هذا يسحب شوية ما تنلقاو حل تنلقاو لازمنا نجيبو ديما فما راه الحل ديما فما الحلول ديما فما الحلول ان توكا يعطيك الصحة قداش عملت خليل؟ أربعة هاي دونك أنا الربح أنا ستة أربعة صفر حاجة أربعة ثلاثة أربعة حاجة أربعة دونك أنا الربح ستة الأول الثاني ليه لازم لازم اكثر وقت في الاخر مش رابع الاخر لازم ايه ما يقلب هو هو بالنسبه لي كي كي يزيد الوقت هو اللي يربح اكثر فهمت جي النوم فوراك اللي تخش عليه ليه 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 انا قررت صارت تعمل رولز اصلا مولا الكره والله سكوت ويروح شو نروح انا مروح امي تعيط لي يعطيكم صحة الوليد رياض خليل عزيز كانت هذه تجربة جميلة جدا موتورات ما جربناش موتورات قبل في بلاتو البينك تاير ان توكا ميرسي بوكو على حضوركم ميرسي على الانفيتاسيون الوليد ميرسي بوكو مرحبا بكم الناس الكل تحية للعبيد اللي تبعتنا لمدة ساعتين هذوما حكينا ذكاء اصطناعي حكينا جيمنج اكتواليتي حكينا زادة جيمنج وفلوس وحكينا زادة جيمنج رياضات الكترونية مع كل لي كرونيكور نتاعنا رياض مرابط وخليل بن مذاكر تحية ليك أمير في الإخراج وإم رابح في الإخراج الرقمي تلقاونا وتعودوا تفرجوا علينا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام كيف كيف على الباج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنت هاب تلقاونا زيد على اي اف ام تي في على اليوتيوب ملتقانا نهار السبت الجاي لقيت هذا من 10 حتى كشي النص الليل ما بقى لي كان نقول لكم جود جيم شباب اند جود نايت بيس طاح شنو طاح واه يا هول بينك طاح يا برو يلا لانسي ترى بينك تاير ثانكس دوبنت لا